تقريبا مليون مشاهدة شحال كتعطيك في الفيسبوك. اولا غادي نشارك معكم هاد الصفحة هادي اللي جبنا فيها 1,800,000 يعني 1,800,000 ديال المشاهدات. الا لاحظتوا معايا في الار بي ام عطاتنا فقط 0.54 في الار بي ام، ولكن في الربح كتعطينا 1,000 دولار. اوكي، علاش؟ لان الار بي ام منخفض. عكس هاد الصفحة هادي اللي غادي تلاحظوا معايا، هنا كاينه 4,000 دولار. اوكي، 4000 دولار الا شفتوا معايا المشاهدات شحال كاينه ديال المشاهدة، 1,400,000، لكن في الار بي ام 1.99 دولار. اذا الار بي ام مرتفع شويه، الشيء اللي خلى الارباح انها تكون طالعه. اذا جوج المليون مشاهده عطاتنا 4,000 دولار، يعني جوج المليون مشاهده تقريبا عطاتنا 4 المليون مغربيه. واش عباد الله ما غاديش تقدر انك تجيب جوج المليون مشاهده في الشهر؟ تكون مكلخ، تكون مسطل، تكون فاشل. واش ما غاديش تقدر انك تجيب جوج المليون مشاهده؟ ما غاديش تقدر انك تجيب غير مليون مشاهده في الشهر كامل في الفيسبوك؟ راه ممكن. راه كتحط اي حاجه في الفيسبوك فر كيطلع الفيديو، وخدمتي على المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع. واش ما غاديش تقدر انك تجيب مليون مشاهده؟ هيا 4000 دولار ديالك في الشهر مجانا، بدون راس المال، بدون اعلانات، بدون ادز، ما تحتاج والو. فقط طرق اللي شاركت معكم باش انك تطلع المشاهدات، راه ما كايناش غير التجاره الالكترونيه، راه كلشي تكب دابا التجاره الالكترونيه، كلشي كيعرف غير الايكوميرس، وكتخليو حوايج اخرى اللي تقدر انك تضر فيهم الصرف وبدون راس المال. شي يكون عندك غير هاد التليفون هذا، غتبدا من غدا، من دابا، من دابا وانت كتفرج في هذا الفيديو غتبدا ان شاء الله تعالى وغادي تحقق ارباح من الفيسبوك. ركزوا على الار بي ام، راه ماشي غير تحلو فيه، ماشي غير حط فيديوهات المشاهدات كتطلع. الا خصني فاش نحط فيديو نخدم على هاد الحاجات هادو، لهلا يطلع بابا انا ما عنديش مشكل. فاش كنجيو نديرو مقارنه بين الارباح ديال الصفحات اللي كنخدموا عليها والارباح ديالو، ولا كتلقى المشاهدات هو طالع عنده بزاف، حنا المشاهدات منخفضه وكنلقاو الارباح طالعه عندنا، المشاهدات والارباح هو ناقصه عنده. علاش؟ شنو هو السبب؟ هو الار بي ام. الاخوان الاخوات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنتكلموا فيه على الربح من الفيسبوك. انا عارف لي بزاف منكم سامع وعارف بان الصفحات ديال الفيسبوك كيحققوا ارباح، ولكن اللي ما عارفينش هو الارباح اللي كيحققوا الناس من الصفحات ديال الفيسبوك. تقدر انك تخدم فقط بالهدف ديالك، وتقدر انك تخدم بلا ما تبين وجهك. كذلك بعض الاخوان كيضربوا تمر، يعني كيضربوا المشاهدات طالعه، ولكن الارباح كتكون ناقصه. غادي نشوفوا علاش بعض الصفحات كيحققوا ارباح اللي هي طالعه، مع العلم ان المشاهدات ناقصه. كذلك اهم حاجه غادي نشارك معكم الارباح ديال بعض الصفحات ديال الفيسبوك اللي كيحققوا ارباح اللي عقلك غادي يحبس. هادو فقط الصفحات اللي كنخدموا عليهم، بلا ما ندوي على الناس اللي كيضربوا العاقه ديال بصح وضاربين الطم. ولكن هادشي اللي كنشارك معكم الاخوان، نبغيكم انكم تنوضوا تخدموا. راه ما باغي منك حتى حاجه، ما غنبيع لك دوره، ما غنبيع لك فورماسيون، ما غنبيع لك والو. نبغي منك فقط انك تنوض تخدم على راسك. راه ما كايناش غير التجاره الالكترونيه، راه كلشي تكب دابا التجاره الالكترونيه، كلشي كيعرف غير الايكوميرس، وكتخليو حوايج اخرى اللي تقدر انك تضر فيهم الصرف وبدون راس المال. راه فيسبوك واليوتيوب علاش كيعجبني دائما وكنشارك معكم صناعه المحتوى، وكنشارك معكم طرق، وكنقول لكم الاخوان اكثر حاجه اللي تقدر انك تخدم فيها وتبدا فيها بدون راس المال. واخا ما يكون عندك والو، شي يكون عندك غير التليفون ديالك، شي يكون عندك غير هذا التليفون هذا، غتبدا من غدا، من دابا، من دابا وانت كتفرج في هذا الفيديو غتبدا ان شاء الله تعالى وغادي تحقق ارباح من الفيسبوك. كذلك اللي ما عارفينش هو ان نفس الفيديو كنخدموا عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل. هادشي ديجا شاركت معكم، ومازال كتعقلوا معايا على الدري اللي كان حقق 12 مليون حققها في كاس العالم. في ديك الفتره اللي كان فيها كاس العالم حقق فيها 12 مليون الناس اللي شافوا الفيديو السابق، يعني كنا شاركنا واقيل على ما اظن في شهر واحد، شاركنا معكم بالتفاصيل. ذاك الولد دري صغير اقل من 18 سنه خدام فقط من المعلومات ديال الاهل ديالو، وقدر انه يحقق في شهر واحد 12 مليون. ما غاديش تضيع معايا وقتك 10 دقائق ولا 8 دقائق، غادي تمشي تخلي تسكيبي هذا الفيديو، غادي تمشي تفرج في واحد الفيديو اللي ما غتستافد منه حتى حاجه، وفي الاخير تجي تشكى تقول الدوله ما عطاتناش، لا انتم كتبيعوا لنا الوهم، لا داك الشيء ما كاينش. انا غنشارك معك التفاصيل، وغادي نشارك معك بان الطرق اللي الناس يعني كنخدموا عليها والطرق اللي الناس كتخدم عليها. بغيتي تخدم تبارك الله، ما بغيتيش تخدم انا لا ما تزيدني ما تنقصني. فقط الحاجه اللي نبغي منك نهار تخدم وتحقق ارباح ترحم ليا الوالدين فقط. ما غنبيع لك دوره، ما تشري عندي والو، ما شوف حتى الا جا الله يعني ما بغيتيش نربح من هذه الفيديوهات انا اللي كنشارك معكم، اد بلوك الاعلانات ما يطلعوش، راه ما غادي نربح والو. والصلاه والسلام، الحمد لله حنا راه كنخدموا وخدامين بيك او لا بلا بيك. دونك الله يرضي عليكم الاخوان، هذا الفيديو كملوه معايا حتى الاخر. غادي نحاول اني نتكلم مع الناس اللي راه سامعين بان الفيسبوك فيه الربح ولكن ما عارفينش بزاف ديال الحاجات. غادي نحاول باختصار انني نتكلم لكم على كيفاش غادي دير وتبدا ان شاء الله تعالى من دابا وانت كتفرج في هذا الفيديو تبدا تحقق الارباح من الفيسبوك. اما بالنسبه للناس دابا اللي غايقول لك اودي لا انا راني واحد مع الشروط، كيفاش غنحقق الشروط؟ شاركت معكم كيفاش غادي تحقق الشروط. بغيتي تعرف كيفاش في يومين غادي تقدر انك تحقق الشروط ديالك؟ كان وعدك، كان وعدك الا تبعتي الطريقه اللي شاركت معكم، في يومين غتحقق الشروط ديالك ديال الفيسبوك، 5000 متابع و60000 دقيقه مشاهده. كيفاش؟ كتدخل غير الموقع mywell.com، من بعد كتجي تكليكي على هذه البلاصه هذه، من بعد كتجي كتكليكي هنا على الفيسبوك، هنا كتلقى جميع الشروحات ديال الفيسبوك، طرق باش انك
تقدر تربح من فيسبوك، افكار باش تربح من فيسبوك. كتجي انت كتكليك على هذا الاختيار هذا ديال تحقيق شروط الفيسبوك في يومين، هنا كتلقى الشرح بالكامل وكتهبط لتحت، هنا كتلقى هذا الفيديو بالضبط هو فاش شاركت معكم طريقه باش تقدر انك تحقق شروط ديال الفيسبوك في يومين. تبع هذه الطريقه هذه وجرد عليا. اولا بالنسبه للاخوان اللي كيبين وجههم الله يسهل عليهم، هذوك راه ما نخافوش عليهم، كيشوفوا هو المحتوى اللي باغي يدير، المحتوى اللي عارف يديرو، سواء مقاليب الرياكشن عطى الله على من يتكلم. دابا غنرجعوا الناس اللي ما كيقدروش انهم يبينوا وجههم، واش يمكن لهم انهم يربحوا من الفيسبوك؟ نعم، هذا العبد اللي كيدوي معكم، انا شخصيا كنخدم على صفحات، كنخدم على قنوات وما كنبينش فيهم وجهي. علاش؟ لاني كنستهدف دول اخرى. دابا هنا فاش كنقول لكم كنستهدف دول اخرى، هنا فين كاينه اللعبه، هنا فين خصك تعرف انك تخدم الضرب تماره وعارف فين ضربتي تماره، ماشي الضرب تماره في الخوا الخاوي. يعني داك الجهد انا اللي غادي ندير كنضربو في واحد الحاجه اللي هي غادي تعطيني ارباح، ماشي انا كنشد نفس الجهد اللي كنديرو مع هاد الصفحه ونقدر انني نديرو مع صفحه اخرى وهذه كتحقق لي مثلا 1000 دولار في الشهر، وهاد الصفحه الاخرى اللي درت فيها نفس الجهد اللي درت في الاولى تقدر انها تحقق لي 100000 دولار اللي هي 100 مليون مغربيه كيف ما سمعتيها. الوغ بالنسبه للناس اللي كيبينوا شجوع، الاقتراح اللي غنعطيكم واللي دائما كنعطيكم هي انكم تخدموا بدون ظهور وتستهدفوا الدول الاجانب. هم كيفاش؟ غتقول لهم محمد ما كنعرفش اللغه، ما كنعرف والو. شاركت معكم في القناه ديالي اليوتيوب طريقه انشاء فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي او الربح من اليوتيوب عن طريق الذكاء الاصطناعي، نفس الطريقه غادي تطبقها بالتفاصيل وغادي تستهدف بها الدول الاجانب. نفس الفيديو اللي درتي في اليوتيوب كتشدو كتعاود تحطو في الفيسبوك وكتحطو في تيك توك وكتحطو في الانستغرام، كنربحو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبه للانستغرام وتيك توك حاليا مازال ما مفعلش ربح في المغرب، لكن كاينه ميثود لان شاركت معكم باش تقدر انك تحقق ارباح وانت كتستهدف مثلا المغاربه. يعني تقدر وانت في المغرب وانت مواطن مغربي وكتستهدف المغاربه تقدر انك تربح من تيك توك وتربح من انستغرام. هذا ماشي موضوعنا باش ما نحاولوش اننا نخرجوا الموضوع، هادشي شاركت معكم. تقدر انك تتبعني في القناه ديالي كنشارك معكم كاع الطرق باش تقدروا انكم تربحوا وكاع الحلول ديال المشاكل اللي نتوما كطيحوا فيها. الو تبعني قناه محمد اي ابراهيم كنشارك معكم كلشي باش ما نحاولوش اننا نخرجوا الموضوع. لهذا الفيديو اللي حطيتي في اليوتيوب حطوه في الفيسبوك، حطوه في تيك توك، حطوه في الانستغرام، كتخلص منهم كاملين. يعني كتضرب اربعه عصافير بحجره واحده. يعني نفس الفيديو انت خدمتي عليه كتحطو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. دابا خلينا في الفيسبوك. بالنسبه للفيسبوك باش انك تحقق ارباح كيف ما غادي نشارك معكم دابا الارباح ديال بعض الصفحات، فكيخصك ضروري انك تستهدف الدول العربيه مثلا الامارات، السعوديه، قطر. هاد الدول هادو اللي صراحه عند تجربه كيعطوك ارباح اللي هي كبيره، اولا غادي تستهدف دول الاجانب بصفه عامه. اوكي، يعني هاد الدول كامله فيهم الارباح اللي هي طالعه. حتى هنا مزيان. دابا غادي تقول لي محمد كيفاش انا في دوله اخرى اولا انا كنستهدف دول اخرى عفوا وانا في المغرب كيفاش غادي ندير الحساب البنكي باش انني نحول دوك الفلوس ديالي؟ هادشي ساهل، هادشي بلا ما تهز ليهم، حيت انا عارف بزاف منكم قبل ما يبداو كيبقاو يقلبوا على المشاكل. هذا اكبر خطا اللي كديروا قبل ما تبداو عباد الله، وانتم كتقلبوا على المشاكل لا كيفاش غندير الحساب البنكي لا كيفاش. داكشي ساهل، داكشي كله ساهل، ما تبقاش تقلب على المشاكل وانت باقي كاع ما باقي. ابدا انت اصلا غادي تواجه بعض المشاكل اللي قبل ما توصل انت داك المشكل اللي كتفكر فيه، داك المشكل ديال حساب العوائد وداك داكشي كامل اللي انت دابا غادي تفكر فيه، ولا يقول لي انت ما كتبينش وجهك ولا داك التخربيق كامل، نسالي المشاكل ما بقاش تفكر فيهم. ابدا دير نقطه بدايه اليوم ان شاء الله تعالى، افتح الصفحه ديالك، ابدا عرف المحتوى اللي غادي دير، عرف نوع الجمهور اللي انت غادي تستهدف، وبدا توكل على الله. غادي يعني غادي يواجهوك بزاف ديال المشاكل مباشره. ملي كيواجهوك المشاكل كتدخل اليوتيوب، تدخل القناه ديالي، حل المشكل كذا وكذا، حل المشكل. ها انت غادي كتحل هذا المشكل حتى كتوصل ان شاء الله تعالى المشاكل اللي انت كنتي كتفكر فيهم او ناوي انك تفكر فيهم. ديك الساعه فاش كتوصل لدوك المشاكل عاد باش كتقلب على الحلول ديالهم. اما انت مازال ما وصلتي لذاك المشاكل ما تبقاش تفكر فيهم. بالنسبه لحساب العوائد، الناس اللي كيبغيو يستهدفوا دول الاجانب وهما في المغرب او هو في دوله اخرى باغي يستهدف واحد الدوله اخرى والمعلومات ديالهم ماشي هي نفس المعلومات ديال الدوله اللي هو مستهدف، هادشي كله غادي ندير لكم عليه حلقه خاصه باش نحيد عليكم هاد الثقل ديال انني لا انا في المغرب كيفاش غادي نستهدف دول اخرى. اوكي، هاد الميثود ان شاء الله راه سهله، ما غنبيع عليكم كلشي، غنحطو لكم بالمجان صافي مفهوم. اذا الله يرضي عليكم الاخوان، سوا عليا المشاكل، ابداو وركزوا على المحتوى. اولا غادي اختار نوع المحتوى اللي غادي تخدمي. علاش غادي تختار نوع المحتوى؟ لان نوع المحتوى الاخوان، وديجا شاركت معكم انواع المحتوى اللي هي مربحه. دابا كاينين الاخوان اللي كيضربوا تماره وكيخدموا على المحتوى وكيحطوا المحتوى في الاخير كتلقى عنده الار بي ام ناقص. وانا ديجا شاركت معكم نوع المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع، لان راه كلشي على الار بي ام. الا كان الار بي ام طالع راه غادي يطلعوا لك الارباح، اذا كان الار بي ام منخفض فراه غادي ينقصوا الارباح. وشنو اللي كيخلي داك المحتوى ان الار بي ام فيه يكون طالع؟ اولا الدول المستهدفه، يعني الدول انت اللي كتستهدف. ثانيا نوع الجمهور المستهدف، اوكي، يعني الناس اللي كيتابعوا. المهم بالنسبه للار بي ام درت عليه واحد الحلقه خاصه في القناه ديالي، تقدروا تدخلوا تفهموا بعدا اولا الار بي ام، كذلك كيفاش غادي تطلع الار بي ام. المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع في اليوتيوب هو اللي فيه الار بي ام طالع في الفيسبوك، غير كيختلفوا. بالنسبه لليوتيوب الار بي ام كيكون طالع بزاف، والفيسبوك الار بي ام كيكون منخفض شويه، الشيء اللي كيخلي بزاف ديال
الناس انهم كيقول لك الارباح ديال الفيسبوك كتكون ناقصه على الارباح ديال اليوتيوب، لكن فيسبوك عاوتاني نرجع للفيسبوك، الفيسبوك المشاهدات فيها طالعه بزاف، يعني دغيا كتجيب مليون مشاهده عكس اليوتيوب اللي ما كتقدرش انك تجيب مليون مشاهده. فيسبوك دير اي حاجه تخربيقه راه كيلقى الفيديو كضرب فيه مليون مشاهده. وبالنسبه لمليون مشاهده شحال كتعطيك، دابا غادي نمشي معكم بالحساب تقريبا مليون مشاهده شحال كتعطيك في الفيسبوك. اولا غادي نشارك معكم هاد الصفحه هذه اللي جبنا فيها مليون و800 الف، يعني 1800 ك ديال المشاهدات. الا لاحظتوا معايا في الار بي ام عطاتنا فقط 0.54 في الار بي ام، ولكن في الربح كتعطينا 1000 دولار. اوكي، علاش؟ لان الار بي ام منخفض عكس هاد الصفحه هذه اللي غادي تلاحظوا معايا، هنا كاينه 4000 دولار. اوكي، 4000 دولار الا شفتوا معايا المشاهدات شحال كاينه ديال المشاهده، 1400000، لكن في الار بي ام 1.99 دولار. اذا الار بي ام مرتفع شويه، الشيء اللي خلى الارباح انها تكون طالعه. اذا جوج المليون مشاهده عطاتنا 4000 دولار، يعني جوج المليون مشاهده تقريبا عطاتنا 4 المليون مغربيه. واش عباد الله ما غاديش تقدر انك تجيب جوج المليون مشاهده في الشهر؟ تكون مكلخ، تكون مسطل، تكون فاشل. واش ما غاديش تقدر انك تجيب جوج المليون مشاهده؟ ما غاديش تقدر انك تجيب غير مليون مشاهده في الشهر كامل في الفيسبوك؟ راه ما يمكن. راه كتحط اي حاجه في الفيسبوك فر كيطلع الفيديو، فقط في حاله وحده الا كانت الصفحه ديالك، يعني في جوده الصفحه عندك مخالفات ورجعت بالاحمر، فهنا كيتلغى النشر ديال الصفحه ديالك وما كتبقاش تجيب المشاهدات كما وقع لي مع العديد ديال الصفحات. ولكن الحمد لله ما كنفشلوش، كتمشي صفحه يعني كيجونا مخالفات بزاف كنتاجو لصفحات اخرى. مهم هو ما نحبسوش، مهم نكونوا ديما خدامين، سواء باغي تبين وجهك سواء كتخدم على قنوات اخرى او يعني صفحات اخرى. اذا عباد الله، واش ما غاديش تقدر انك تجيب مليون مشاهده؟ يعني بالله عليك الا خدمتي وتقاتلتي وكتحط فيديو يوميا، كل فيديو نقول اسيدي كيعطيك غير 100000، ولا كل فيديو كيعطيك 30000 مشاهده، واستمريتي على هذا النحو هذا وخدمتي على المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع، واش ما غاديش تقدر انك تجيب مليون مشاهده؟ هيا 4000 دولار ديالك في الشهر مجانا، بدون راس المال، بدون اعلانات، بدون ادز، ما تحتاج والو. فقط طرق اللي شاركت معكم باش انك تطلع المشاهده، شاركت معكم طرق. شنو هي انك كتعتمد على الفيديوهات القصيره دائما في اي صفحه فتحتيها، في تيك توك، في انستغرام، في كل شيء، في فيسبوك، في كل شيء، في كل شيء، في اليوتيوب، دائما كتعتمد على الفيديوهات القصيره باش كتطلع الريتش. مباشره ما كتطلع الريتش كدوز للفيديوهات الطويله اللي فيهم الارباح ديال بصح. اما باش تبدا مباشره بالفيديوهات الطويله ما كنصحكش، الا يلاه باغي تفتح صفحه دائما خدم على شورتس، طلع الريتش. تقدر كاع دير المحتوى اللي هو يعني ديال المؤثرين وفقط غير تطلع به الريتش. مباشره ما كيطلع لك الريتش ديال الصفحه ديالك، كتلتاج المحتوى اللي انت باغي تخدم عليه، كتحيد كاع داك المحتوى. المهم بالنسبه للنصائح، شاركت معكم دي ميثود الاخوان اللي اول واحد، دائما كنقول لكم هادشي لان فريمون انا كنشارك معكم الميثود ديالي، ماشي زعما حاس براسي ولا شنو شنو يعني كيقول لي راسي. مي الاخوان كنشارك معكم الميثود ديالي اللي كنظن ما كنشوفش شي واحد كيديرها، الطريقه اللي كتخدم معايا، وكنجي كنشارك معكم، يعني كتكون الطريقه ديالي الخاصه كنجي كنشاركها معكم باش تقدروا انكم تخدموا سواء طلعوا الار بي ام. بالنسبه للار بي ام كاين بعض الاخوان بعدا نتكلموا على هذا الموضوع ديال الار بي ام، لان بزاف ديال الناس دابا غادي يطرحوا هذا السؤال. لاحظتوا معايا بعض الصفحات، مثلا هذه الصفحه هذه فيها 1.99 دولار وهذه 0.55، الصفحه اللي فيها الار بي ام طالع بزاف، لاحظتوا معايا الارباح طالعه بزاف. الوغ باش انك تطلع الار بي ام شاركت معكم المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع، وشاركت معكم كيفاش غادي تطلع الار بي ام. لكن الا كان المحتوى ديالك ديجا الار بي ام ديالو منخفض، هنا فقط كنشارك معك طرق باش تقدر انك تطلعو شويه، يعني كان مثلا 0.50 كنوريك كيفاش كتطلعو 0.80 0.60، المهم الارباح ديالك على الاقل بعدا كيتضاعفوا. عكس الاخوان اللي كيكونوا ديجا هما خدامين على المحتوى اللي فيه الار بي ام طالع، كيزيدوا يطلعوا الار بي ام. كيفاش كتطلع الار بي ام؟ اولا العنوان، ثانيا الوصف، ثالثا كلمه الدلاله. بالنسبه لهذا الموضوع عاوتاني شاركت معكم فيديو خاص كيفاش كتحصل على كلمات اليوم اللي فيهم يعني الاسعار اللي هي طالعه، يعني المعلنين كيدفعوا تكاليف كبيره على الاعلانات ديالهم في حاله يعني تم استهداف تلك الكلمات الدلاليه. كذلك شاركت معكم طريقه كتاب وصف احترافي، وسط ذاك الوصف كتحاول انك تخشي فيه كلمه دلاليه باش ان يطلع لك الار بي ام. كذلك طريقه يعني انشاء عنوان جذاب، لان كاين بزاف ديال الناس ما كيعطيوش اهميه للعنوان والوصف، فقط كيحطوا فيديو، والشيء اللي كيخلي بزاف ديال الناس ان الارباح تكون عندهم منخفضه وما عارفين شنو هو السبب. السبب اللي كيخلي الارباح ديالك انها تكون منخفضه ما كتديهاش في العنوان والوصف والكلمات الدلاليه، لان هذه الحاجات كامله كتخلي الار بي ام انه يرتفع. العنوان يكون جذاب لكن دائما كتحشي فيه الكلمات الدلاليه. شاركت معكم كيفاش كتلقى يعني كلمات الثمن ديالهم طالع، دخلوا عندي غير القناه ديال محمد اي ابراهيم كتلقاو فيها كلشي، كلشي شاركت معكم بالمجان، ما كنبيع لكم دورات، ما كناخذ عندكم فلوس، كلشي كنشارك معكم وكنبغي منكم فقط الرحمه ديال الوالدين. اي حاجه خدمات لي انا راه كنشاركها معكم. الوغ دائما الاخوان العنوان خشي كلمات دلاليه، الوصف خشي الكلمات اللي السعر ديالهم طالع، في البلاصه ديال لي طاق حشي الكلمات اللي فيهم الاصل يعني الثمن غالي
ديالي وديك الساعجي رد عليا. الا طبقتي هادشي اللي شاركت معاك اللي كنشارك معاكم في القناه ديالي وضربتي شهر وما لاحظتيش الارباح كتطلع فين ما شتي هاد الوجه قول لي انت ما فيه ديك شي محمد ولا انت هادشي اللي كتشارك معنا راه ممنوع حتى حاجه. راه كنشارك معكم عن تجربه ولله الحمد. بزاف ديال الناس كيكونوا يعني كيتلاقاو معنا ولا الاصدقاء ديالي كيكونوا مقربين لينا هما يوتيوبر فاش كنجيو نديروا مقارنه بين الارباح ديال الصفحات اللي كنخدموا عليها والارباح ديالو ولا كتلقى المشاهدات هو طالع عنده بزاف حنا المشاهدات منخفضه وكنلقاو الارباح طالعه عندنا والمشاهدات والارباح هو ناقصه عنده. علاش شنو هو السبب؟ هو الار بي ام الاخوان. ركزوا على الار بي ام راه ماشي غير تحلوا فيه ماشي غير حط فيديوهات المشاهدات كتطلع الا خصني فاش نحط فيديو نخدم على هاد الحاجات هادو لهلا يطلع باب انا ما عنديش مشكل ولكن فقط نخدم على هادشي ونخليه يطلع شويه بشويه وكيعطيني ارباح ليا طالعه. راه كاينه الخدمه عطى الله ما يدا غير اللي ما باغيش يخدم الاخوان في جميع مواقع التواصل الاجتماعي غير اللي ما باغيش يخدم وتقدر تبدا بوحدك بالتليفون ديالك وتحقق ارباح.